Picture this, 2016, ساحة الملاعب. ساحة الملاعب على طرف الساحة صوب المبنى في شباك الكانتين. احنا برا نص ملعب كرة الطائرة، نص ملعب كرة السلة، شوية حشيش، حارة للجري وامور زي هذه. في طرف المبنى شباك الكانتين وقف بالدور، يسمونه سنجل فايل لاين، وقف بالدور واحد ورا راس الثاني، خط الاصفر والشباك على يسارك واقفين. طبعا نروح نشتري اغراض من الكانتين، طبعا طابور واقفين. انا شخصيا ما اوقف كذي، انا اوقف كذي. طبعا اول سنه لي كنت اوقف كذي، بس بعد ما شفت احداث صارت امام مرء العينين كنت اوقف كذي. تخيل طابور كلهم كذي الا انا، يعني حتى مرات السجان يتعجبون، اي وات يو دوينغ لوك ذات واي. اطالع واقول يسر، اطالع شوي من يمشي ارجع مره ثانيه اطالع ذاك الصوب، وراح تعرفون الحين ليش. المهم العالم واقفه، دور تقريبا 15 شخص، قدامي اثنين ثلاث، واحد طبعا اكثرهم سود شويه، اثنين ثلاث بيض، انا واحد لاتيني، واقفين بالدور. والسود عاده عموما، مو كلهم بس السود عموما، عندهم مبدا يسمونه keep your head up، شموخ، يعني انه keep your head up، ارفع راسك للاعلى. You made it this far، يعني مسألة كبرياء، أنت مسجون ولكن ما زلت على قيد الحياة، وارفع راسك للأعلى، افتخر بنفسك. فهذا الأسود بيني وبينه ثلاث أشخاص أربع أشخاص واقف ورافع راسه للأعلى، إنه شموخ. ولا اللي وراه بالضبط، اللي وراه طالع شوي على اليسار ويطالع على اليمين، ما في حد ينتبه من السجان، كان يطلع سكينته ويعطي اللي امامه را ويشلخ الربع من العنق. طبعا صاحبنا اللي انضرب الضحيه اسود طويل ما انتبه، يا الربع فجاه عينه طلعت لبرا، وكانه انقلب الى زامبيا الربع. طبعا صاحبنا هذا اللي سوى العمليه هرب، راح رجع للخلف وتخلص من السكينه اللي عنده، آلة حاده. وصاحبنا المجني عليه واقف cut throat من اذن الى اخرى، والدم يا الربع ينزل وكأنك في فيلم جيمس بوند، تذكرون جيمس بوند والدم ينزل على الشاشة. وهذا من شدة الصدمة والصعقة يا الربع واقف عينه مفتوحة وحاجة للأرض good 3 seconds 4 seconds. احنا انتبهنا طبعا، احنا طبعا وخرنا بعدنا، يعني في حالات زي هذه ابعد عن الشر وغني له، لا يفتكر السجانة ان انت اللي سويت الشيء هذا، تحاول تبتعد عن الحدث، مسرح العملية، مسرح الجريمة. احنا ابتعدنا ولكن ننظر من بعيد، وهذا يا الربع والدم يطشر من رقبته ear to ear على ما قالوا، 3 ثواني 4 ثواني صمت، وفجأة ولا زي الافلام، تذكرون الافلام كارتونز اللي يطقون بالشجرة الكبيرة هذه فجأة تسقط، بوم، ولا يا الربع يطيح را. طبعا الحين دم وعندك ذبيحة بالأرض، احنا بعدنا على قدر المستطاع نطالع. 7 دقائق 6 دقائق قبل الله الشرطة توعى ان something just happened، عملية اغتيال حدثت للتو. صاحبنا الجاني
nowhere to be found, like meet me, pew, it's gone. والضحية على الأرض والدم يا الربع وكأنها ذبيحة عيد الأضحى يا الربع. أنا بعدت جت السجانة everybody get on the ground. الحين بدأت المسألة يبي يستكشفون منو صار منو العمل هيك شو السالفة من بيده سكينة. طبعا مرينا في الأمور هذه كلها. الحين يا الربع عرفتوا ليش أنا ما أوقف بالدور نفس الطريقة هذه، لازم أوقف على جنب. تعلمت من أحداث نفس هذه، أنا يوم في طابور أوقف على جنب عشان أقدر أطالع يسار ويمين، لا حد يجيني غدرة، لا حد يجيني على تخوينه وأنا ماخذ مستانس على نفسي زي الأبلة واحد يعطيني. لذلك إذا في حائط أنا أعطي نفسي للحائط، حتى في طابور الأكل المطاعم المطابخ أي طابور أنا أعطي ظهري للحائط وطالع يسار ويمين دائما. أضمن وأأمن. المهم يا الربع اللي صار توه، اللي توه صار يا الربع، اغتالوا الولد، ما ندري ولد مات ولا لا، ولكن shut down the whole compound، حجز كلي على المنتجع بأكمله، دخلونا العنابر. بعد 10 دقائق أنا طبعا عندي شباك، مش شباك مثل شباك زجاجي، أشوف خارج المبنى إن في مهجع مفتوح أسرة جنب بعض، أشوف مهبط الطيران التابع للهليكوبتر، وعادي يعني مرة بالأسبوع أشوف الهليكوبتر يسمونه the bird، the bird is coming. فجأة تسمع صوت وأنا أركض أروح صوب السرير وأركب صوب السرير وطالع أي the bird the bird the bird about to touch down. وكل المساجين يجون الجهة هذه ويطالعون عن طريق الدرايش، ولا فعلا الهليكوبتر جاي وينزل 7 دقائق يصعد والبيرد يطير مرة ثانية، يسمونه ايرلفت. صاحبنا هذا يا الربع قاعد ايرلفتد، من لأن درجة الوخامة درجة أن حياة وموت، ما في وقت حق الإسعاف، يبون الهليكوبتر يأخذه يوديه إلى أقرب مستشفى. المهم to make the short story يا الربع shorter، موضوعنا اليوم عن العصابات وخاصة السود منها داخل سجون أمريكا، واللي حصل just now، اللي حصل للتو يا الربع، عملية اغتيال داخلية بين أشخاص العصابة نفسها واسمها cut throat. cut throat يا الربع معناتها عصابة قطع الأعناق. طبعا cut throat لها معاني أخرى، بس هم سموا نفسهم بالاسم هذا لسببين. السبب الأول أن إحنا متخصصين بقطع الأعناق، هذا السبب الأول. والسبب الثاني cut throat معناته ما فيش يمر حميني، معناته there is no loyalty، ما في إخلاص لهالعصابة ولا إخلاص لي، وما عندنا عهد ولا عندنا وعد، إحنا ترى بننكر جميل، إحنا ترى جاهزين للطعن، ما عند كلمة، إحنا مو قد كلمتنا، إحنا نبي نسوي ممكن نقول لك أيوة بعد نروح نغدر فيك غدر وخيانة عادي، يعني إحنا ترى قطع الأعناق cut throat، it's a cut throat game. لما يقول لك cut throat game معناته anything happen don't take me for my words، لا تأخذ كلامي لأن أنا ترى cut throat عادي يعني غدر وخيانة من حين أقول لك. هذه عصابة سوداء يا الربع نشأت وترعرعت في فلوريدا، وبالتحديد في منطقة كبيرة في فلوريدا اسمها جاكسونفيل. بدأت عصابة محلية، وفجأة يا الربع لأن قواعدها وأساسياتها حلوة للغاية قامت تستقطب، طبعا أكثرها سود، قامت تستقطب السود الآخرين من الحواري الأخرى، وصارت داخل سجون أمريكا، ما هم كلهم زباين داخل سجون أمريكا، صارت طبعا فلوريدا عادة، فلوريدا، ألاباما، ميسيسيبي، شوية لويزيانا، شوية تكساس، صارت العصابة هذه top 5 من أقوى 5 عصابات داخل سجون فلوريدا. ولكن يا الربع هالعصابة هذه ما هي إلا عصابة بين عصابات أخرى كثيرة أيضا سوداء.
احنا المره اللي طافت يا الربع تكلمنا عن عصابات البيض، Unforgiven، Aryan Nation، نازيز، النازيز، النازيين الجدد، Southern Pride. اليوم يا الربع احنا قاعد نتكلم عن عصابات ما فيش يا مرحميني، Cutthroat واحده منهم، عصابه ثانيه يا الربع اسمها GD، Gangster Disciples، وهم عصابه فتاكه قتاله ما فيش يا مرحميني. ما اعرف انا من شاها ايش، ولكن هي العصابه الوحيده بين السود اللي عندهم مجموعات بيض كاعضاء عصابه. يعني هالعصابه هذه Gangster Disciples يؤمنون بالتعدديه، ان عصابتنا صح سوداء ولكن عندنا مكان وعندنا روم فور اذر بيبل. فوايد بيض صغار يحسون بالامان لما ينضمون الى عصابه الجي دي Gangster Disciples، ومعناتها الحواريين السود او العصابيين الحواريين العصابيين، ان احنا عندنا قواعد واساسيات وعندنا اخلاص وثقه، لذلك اسمنا حواريين، يعني وفقا لحواريين السيد المسيح Gangster Disciples. وغيرها يا الربع في عصابه ثانيه اسمها Blood، عصابة الدماء يا الربع، ومعناتها يا الربع طبعا blood 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 معناتها brotherly love overcome oppression and destruction. brotherly love overcome oppression and destruction. وهذه يا الربع عصابة قد انشقت من عصابة أخرى أكبر منها كان اسمها، وما زالت عصابة قوية اسمها The Crips. العصابة الأولى طبعا من أقدم العصابات السود في أمريكا Crips، وطلعوا في شيكاغو، اطلعوا في كاليفورنيا، والحين في كل مكان، في نيويورك، حتى في فلوريدا. عموما فلوريدا، شباب فلوريدا ما كانوا تراها العصابات. مسألة العصابات في فلوريدا ترى حديثة 20-30 سنة فقط، ظاهرة حديثة في حواري فلوريدا. عادة فلوريدا أبناء الجيران، إحنا من قطعة فلانية ضد القطعة فلانية، إحنا من المنطقة الفلانية ضد المنطقة الفلانية، إحنا عيال المدرسة الفلانية ضد المدرسة الفلانية، إحنا in this project against guys from that project، مساكن الشعبية. ولكن مسألة العصابات قامت تتغلغل تتدخل من شمال أمريكا، من كاليفورنيا، من نيويورك، قامت تنزل إلى أن وصلت فلوريدا، والآن أصبح إخلاص الأولاد والشباب مش الجيرة ولا المنطقة ولا المدرسة، الحين أصبح العهد بينهم والإخلاص والتفاني إلى أو تجاه عصابات معينة. عندك بلد انشقوا من الكريبس، عندك الجيديز، وعندنا الربع بعد عصابة يسمون نفسهم فوك نيشن، عصابة سوداء أخرى، وهم عندهم طقوسهم الخاصة فيهم وأمور زي هذه. بالنهاية الربع عصابات أشكال ورناق داخل سجون أمريكا كلهم يا الربع. طبعا في الزي ام اف اللي هو زو مافيا فاميلي، وراح نتكلم عنهم إن شاء الله، تكلمنا عنهم سابقا، نتكلم عنهم تالي إن شاء الله. وعندكم في عصابة بعد سوداء أخرى اسمها ام بي ار، وهي اختصار لكلمات ماني power respect. طبعا طقوسهم او اعتقاداتهم هي كالتالي: you got the money معناتها عندك power، واذا عندك money وعندك power الناس you owe you respect، اذا عندك النقود وعندك القوة والنفوذ الناس تبدي تحترمك. فما تعاملك ان انت اسود من الحواري، ما تعاملك ان انت جو بلو nobody، you are somebody. ZMF, NPR, GDs, BMF, Bloods, Crips, Folk Nation, you name it. كلهم يا الربع عندهم يسمونها the five rules. هالعصابات الخمسة، أو عفوا العصابات هذه، عندهم خمس قواعد، يعني هذا الـ ABCD مالهم. ABCD العصابات كلها، عصابات السود هم خمسة. خمس قواعد. القاعدة الأولى loyalty.
لازم عندك إخلاص في العصابة التي تنتمي إليها. حلو، ماشي. الثانية sacrifice، لازم تضحي في سبيل العصابة هذه. loyalty sacrifice. ثلاثة أربعة خمسة keep your mouth shut، keep your mouth shut and shut the hell up. معناته لا تناقش، لا تجادل، ولا تفشي وتفتل على باقي أفراد العصابة in case صادوك وقطوك انفرادي، أو in case صادوك وودوك محكمة وقضية، لا تفتل على الآخرين وتودي الكلب الداهية. وكل عصابة يا الربع، العصابة الأم لها مجموعات في داخل العصابة. هل مجموعة تنتمي إلى مدينة معينة؟ هل مجموعة تنتمي إلى سجن معين؟ هل مجموعة في حالة الجي ديز Gangster Disciples تنتمي إلى عرق معين؟ احنا قلنا الجي ديز من العصابات القليلة اللي تسمح للبيض أن يشاركون، عصابة سوداء. وهالمجموعات هذه الربع يسمونها السد. فلما زعيم عصابة أو واحد من العصابة يكلم الثاني يقول له ها، يعطيه إشارة، عندهم إشارات طبعا، يعطيه إشارة مثلا أنه هذه يا الربع معناته أنا جي دي، أن هذا البيستل أنا الفرد هذا، أعطيك أنا واحدة ثنتين وأنت تقول لي بطريقة ما أنت أي سد، أي مجموعة تنتمي إليها. طبعا عندهم حركات ورموز معينة في الأصابع، أنا أعرف بعضها ولكن I'm not interested، ولكن أنا عملتها قدام الكاميرا لأن مجرد الدراسة والتدريس والتلقين أساس أنتوا يا الربع تفهمونها. إذن في كل عصابة كبيرة داخلها مجموعات أساميها ست، وكل ست كل مجموعة عليه رئيس عصابة، رئيس مجموعة. والمجموعة عادة يعني إذا أنت في سجون فلوريدا كل مجموعة تتراوح ما بين 20 إلى 100 شخص. فأنت ممكن تكون رئيس مجموعة وتحت أمرتك 100 سجين، أو تحت أمرتك 20 سجين. طبعا نشاطات العصابة مش الدعوة في سبيل الله، هي عصابة، مش يوزعون سنيكر بارز على الفقراء والمساكين، ماي ورد مقبرة صويبخات، لا. العصابة وظيفتها كالتالي: ابتزاز، سلب، نهب، اغتصاب، ضرب، قتل، قتل مأجور. يعني في عصابات وظيفتها يقدمون خدماتهم للآخرين. تروح حق العصابة وتقول له اسمع، شوف هالمسجون هذا معاجبني، هذه $500 تخلص منه. طبعا طريقة الدفع عن الواير ترانسفر، كاشير في اب التليفونات ممنوعه يسمونه كاش اب، تعطيه $500 يقول لك اوكي تبيني اذبح لك، يواني ميكلم، اوكي هذا $2000، تبيني اشخطه شخطه قويه هذه $400، تبيني اقلب معوق يقعد على الويل تشير بقيه حياته هذه $1000. فكل شيء ولا تسعيرته يا الربع. فعصابات وايد الربع وظيفتها they take hits، they take hits معناته يقبلون بصفقات من الخارج مش من أعضاء العصابة، إنه يروحون take care of business، يقتل هذا، يشرخ وجه هذا، يشخط هذا، يطعن هذا، وهكذا. hits طعن، قطع أعناق، اغتيالات، سلب، ابتزاز. ابتزاز تخيل يعني يجي واحد أبيض توه جديد داش العنبر، عنبر مفتوح مع أغراضه، أي This is your bank. Okay. الشرطي يقول له ترى هذا سريري. يقول okay. يحط أغراضه. يلتفت يجوا له اثنين ثلاثة من العصابة كبار. وواحد منهم يعطيه. بوم على أنفه. يطيح الأبيض. 7 دقائق منوم على الأرض. يقوم أول ما يصحى مرة ثانية يشوف الأسود هذا واقف كذي على ظهره على وجهه. والثاني هم واقف كذي استعداد، والأسود هذا بيده ورقة ولسته وحاطه على أنفه. أي go to the canteen right now. Go get me this stuff. ابتزاز وجه لوجه يقول له تعال هذه لسته فيها $70 أغراض من الكانتين. الآن اطلع روح جيب لي هالأغراض هذه. وإذا ما جبتهم أبعطيك واحدة ثانية.
يعني مساله اكثر من مساله تنمر، مش والله بولين والسفر، هذه مساله اكبر، مساله ان انت ندري حالك يحطون فلوس كانتين لك، ومن الان فصاعدا. طبعا احنا عندنا $100 كحد اقصى تشتري عن طريق الكانتين بالاسبوع. فهالولد هذا الحين محكوم باقي له 6 شهور، باقي له سنه، اهله يحطون $100 بالاسبوع. العصابه هذه تقول له من الان فصاعدا من هالمية هذه راح نخليك نسمح لك ب20، باقي المية $80 تجينا احنا كل يوم اثنين، اللي هو تيرن اوفر ذا ماني ستارت اوفر، العداد يبدا من جديد كل يوم اثنين. هذا الليسته يعطونا اياه، هذا الليسته جوجرس كانتين $80-$75. وعلشان انت تعيش تقدر تشتري لك صابونه، شويه ديودرنت، راح نسمح لك تحتفظ ب $20 من $100 اللي عندك. واذا الولد ما دافع عن نفسه، اذا الولد ما دافع عن نفسه وستود هيز جراوند وقال يا معود فيها لا اخفيها او تدري شلون اوفر ماي ديد باري، العصابه يقعدون ها كم يير يو بيبل جات ماني. هو مسكين طبعا ما عنده عين يطالعهم. يس اوكي وير هيز ا نمبر كول يور مام. اي عندهم تليفون ممنوع، ممنوعات. اي برين ذا فون، اي جو كول كول يور مام رايت ناو، تيل يور مام سند $600 تو ذيس اكاونت. ومن الحين ورايح يا ربع الابتزاز ما له نهايه. يقولون لك دق على اهلك الان وقول حق اهلك خلي يحطون $600 بحسابي مكان فلاني، او $1000 بحسابي فلاني، وقول لهم قول لهم اذا ما دفعتوا ترى انا في خطر يا الربع، انا في خطر، فادفعوا خلوني اعيش بسلام. لان انت فعلا راح تكون في خطر اذا ما سمعت الكلام. الحين تكلمنا عن العصابات، تكلمنا عن الجي دي، تكلمنا عن الكت ثروت، تكلمنا عن البلد شويه، وايش تعريف البلد، صح ولا لا يا الربع؟ بقول لكم سالفه صارت مع البلد يا الربع سنه 2007 2008. العصابة هذه نشأت في كاليفورنيا، يقولون، أنا ما كنت موجود ولكن that's what we know. العصابة هذه نشأت في كاليفورنيا وترعرعت في كاليفورنيا، ولكن فاضت وطلعت برا ولاية كاليفورنيا وأصبحت في أمريكا كلها. والآن هي من العصابات الكبيرة المتواجدة في نيويورك، متواجدة في نيو جيرسي، سين باريسن، في فلوريدا، في شيكاغو، ومدن ومناطق أخرى. للأسف السكند جنريشن، ثيرد جنريشن عرب، العرب ثيرد جنريشن مواليد أمريكا، الشباب والأولاد اللي مواليد أمريكا، اللي أبوه راعي غاز ستيشن، ولا اللي أبوه يشتغل دكتور، ولا اللي أبوه مدرس، ولا اللي أبوه الله أعلم وين يشتغل في كومباني، هالجنريشن هذا اللي مواليد أمريكا من العرب، للأسف أكثر الأولاد هذه في ايام المراهقه 17 18 19 اكثرهم يا الربع ينضمون الى عصابه البلد. يعني لو تشيك شخصيا راح تشوف عرب ميتشيغان اكثرهم من اصول يمنيه، وعرب لبنانيين سوريين وشويه مصريين في نيويورك سيتي ونيو جيرسي، خاصه مدينه اسمها سانت باترسون. اولاد معظمهم يا الربع ينتمون الى عصابه الدماء بلود جانج، وعندهم جانج سايز، وعندهم تراتبيه، وعندهم انا واجهت 2 3 من اصول شاميه في سجون امريكا ينتمون الى عصابه البلود، وقالوا لي ياسر احنا عصابه البلود من احنا صغار، ايام ما كنا في الشارع ما اعتنقنا العصابه في سجن، احنا من احنا صغار احنا هذه حياتنا. على فكرة يا الربع شلون من أصول لبنانية وأصول سورية اللي يعتبرون بيض في العالم العربي والوطن العربي، شلون ناس نفس هذه تنتمي ويقبل فيهم أن يكونون أعضاء في عصابة الدماء واللي أكثرها سود؟ سؤال وجيه للغاية يا الربع، ولكن اعرفوا ان اللبنانيين والسوريين وانا وغيري احنا نعتبر بيض في الوطن العربي فقط. احنا في الوطن العربي عندنا
سمر خوال، وعندنا الباقي بيض. ولكن هذه التصنيفات غير موجودة نهائيا في أمريكا. في أمريكا أبيض معناته أنت من أصول أوروبية، أبوك من إنجلند، أبوك من أيرلند، أبوك من الدول هذه إيطاليا whatever. هذا إذا أنت أبيض. إذا أنت أسود من أفريقيا يقولون أنت أفريقي. إذا أنت من لاتين أمريكا وأبيض you look just like them يسمونك لاتيني، ما يسمونك أبيض. إذا أنت من الكويت وأبيض في الكويت، أنت في أمريكا minority، أنت brown، بني. فرجاء يا الربع من الحين ورايح افهموا إن لما أقول أبيض وفقا لمعايير الوطن العربي ترى غير عن معايير أمريكا. أمريكا يوم تدش الجامعة أول سؤال يسألونك فيه طبعا بعد اسمك وميلادك والسوالف هذه في الابليكيشن، What is your race؟ ما هو عرقك؟ وحاطين لك boxes، اختر الإجابة الصحيحة White، Black، Caribbean Black، African Black، Middle Eastern، Oriental، هذه boxes طبعا مربعات، Oriental، Non-Hispanic White، Spanish، Latin، Others. فأنت إذا ما تدري جاي من الكويت رايح أمريكا تعتقد أن أنت تتعلم علامة الـ White، تعتقد أن أنت أبيض في بلدك، أنت تعتبر أبيض بين الخوال والسمر، أنت أبيض. ولكن لما تروح أمريكا راح تتفاجأ أن أنت في نظرهم إذا أنت ما تنتمي إلى العرق الأبيض من أوروبا إذا أنت لست بأبيض. فأنا تعجبت، إشمعنى يعني عصابة الدماء؟ خاصة أولا أنت ليش تنتمي إلى عصابة؟ أولا أنت مفروض عربي محترم نفسك، مفروض أنت مسلم محترم نفسك، مفروض أبوك دكتور ولا أبوك مدرس ولا أبوك مهندس في أمريكا ولا صاحب جاس ستيشن، أنت وينك والأمور هذه؟ أنت ما تربيت في حارة من حواريين السود، حواري السود، أنت ما تربيت على السلب والنهب والسرقة، ما عندك nobody provide، أبوك يمكن عنده six digit figure salary، أنت وين والأمور هذه؟ ولكن يأخذون لها action، thriller life، ها إثارة، ها أشوفها في الموفيز، I wanna do like the movies، I feel like I'm a star. فينتمون إلى عصابات، وبالأحرى وبالتحديد عصابة الدماء. والسبب 2007-2008 رقم واحد ورقم اثنين، أكبر اثنين في العصابة، عصابة الدماء number one and number two من كاليفورنيا، اعتنقوا الإسلام. صدقون ولا يا الربع، اعتنقوا الإسلام 2007-2008 والخبر انتشر بين أفراد العصابة بجميع أفرادها ومجموعاتها حتى الديفرنت سيتس في ولايات أخرى، أن فلان رقم واحد، يعني هذا الأمير رقم واحد وهذا ولي العهد، هذين الاثنين يا الربع اعتنقوا الإسلام وحثوا، طبعا اعتنقوا الإسلام على طريقتهم، صاروا مسلمين وكل شيء، ولكن نوعا ما زالوا عايشين حياة الإجرام، ما زالوا عايشين حياة العصابة، ما زالوا رؤساء، وما يعني يمكن خفوا من اللعب شوية ولكن ما زالوا في الحياة هذه. المهم من بعد ما الناس سمعت، خاصة أفراد العصابة الباقيين الصغار، سمعوا أن هذين صاروا مسلمين، الإسلام شد انتباههم، قالوا ها إذن من طقوس العصابة هذه، عصابة الدماء من طقوسها أن أفرادها يصيرون مسلمين كذلك. ليش؟ How did you figure that one out؟ وإحنا رقم واحد صار مسلم، رقم اثنين صار مسلم، وقاموا يحثوننا أن إحنا مش إجباري، مش إجباري أنا كدماء أصير مسلم، ولكن هم قدوتي و I wanna do like what they do. فالآن يا الربع عصابة الدماء خاصة في سجون أمريكا، اللي أنا شفته بعيني من 2009 من 2007 إلى 2019، خاصة أعضاء عصابة الدماء يا الربع يصيرون مسلمين وكأن أيام الفتوحات. والسبب رقم واحد ورقم اثنين،
الإسلام مالهم على قدر المستطاع اللي يقدروا يقدرون عليه. ولكن للأسف البعض ما زال معتنق وما زال محتفظ في عادات العصابات، الإجرام، السلب، النهب، الضرب، الابتزاز، قتل بالأجرة وأمور نفس هذه. أوكي، الحين احنا تكلمنا عن العصابات، تكلمنا عن البلودز. تذكرون يا الربع المرة اللي طافت يوم تكلمنا عن عصابات البيض؟ أوكي، تذكرون عصابة تكلمت عنها أنا بالتحديد اسمها Unforgiven؟ اي نعم، الحلقة الماضية. الحلقة الماضية تكلمنا عن Unforgiven، والآن تكلمنا عن البلودز. في الحلقة القادمة يا الربع بقول لكم يوم ان الاعصار ضرب البركان، يوم ان البلودز تعاركوا مع الانفورجيفن يا الربع، وصارت السالفة هذه 2018 وبالتحديد في سجن اسمه فرانكلين. وهذا ما سوف نعرفه في الحلقة القادمة. Be there or be nowhere.